وكنطلب من جميع الاخوات والاخوان اعضاء الحكومه تفعيل المفتشيات العامه للوزارات يكون عندها برنامج سنوي منتظم والتقارير ديالك كلها توصلنا اولا. ثانيا عند نشر اي ملف في الصحافه الوطنيه سواء كانت الالكترونيه او مكتوبه او غيرها وعنده حد ادنى من المعقوليه يجب المطالبه بالمفتشيات العامه باش ان تعد تقرير ضافي ومفصل من الميدان حول الخروقات التي يمكن ان يدعى بانها موجوده باش نتاكدوا من هذا الشيء وما خصناش نغفلوا اي حاله من الحالات. بطبيعه الحال اريد ان احيي الصحافه واحيي المواطنين اللي كيتفاعلوا مع هذيك البوابه ديال الشكايات او الذين يرسلون شكايات بطرق واساليب اخرى اللي كنتلقاوها في رئاسه الحكومه او تتلقاها عدد من الوزارات. هذيك حتى هي راه كتسلط الضوء على بعض الاختلالات وكتخلينا كننتبهوا لها وكنحاولوا ما امكن نتدخلوا اما لمعالجتها او لمعاقبه من يستحق العقاب من الذين يرتكبون هاد الاختلالات. والهدف من هذا الشيء كامل هو نعطيو الإدارة المغربية واحد مستوى مشرف في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين، وهذا شيء يجب أن نتعاون عليه جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.